أنا لما فيكم تتواصلوا معي بفقرة شوفي عبر الإيميل shoofi@future.com.lb، على تويتر @عالم الصباح، كمان على الفيسبوك www.facebook.com/عالم.الصباح. وفيكم تبعتوا لي صور ريبورت فيديو على الابليكيشن Future TV عبر Your Report. فإذن مثل كل نهار خميس نحن بنخبركم عن كتاب إذا بتحبوا تقروه. اليوم الكتاب اسمه Generation War أو جيل الحرب. هذا الكتاب اللي رح نضوي عليه من إعداد كاتيا ترابلسي وبرعاية مارين جاكمان. الكتاب رجعنا للثمانينات أيام الحرب الأهلية اللبنانية لنكتشف موهبة وخبرة 6 مصورين شباب جسدوا لحظات الحرب، لحظات الموت والمعاناة اللي قطعنا فيها. فإذن Generation War هو تحية لشجاعة المصورين يلي خاطروا بحياتهم ليلتقطوا صور تنقل الواقع بتفاصيله. Generation War إذا بدكم موجود طبعا بكل المكاتب اللبنانية، أما هلأ إذا بدكم كمان تعرفوا شو في بلبنان وشو عم بيكون في تطورات إن كانت اجتماعية ثقافية، مع زينة بأجندة. صباح الخير. صباح الخير زينة، كيفك رولا؟ تمام، انت كيفك؟ ماشي الحال، انا منيحة، وتحية كتير كبيرة بوجهها من كل قلبي ايضا لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا بلبنان والعالم. شوفي عنا اخبار؟ عنا اخبار كتير يعني متنوعة، واكيد بالاضافة لأجندة يلي دايما المشاهدين عم بتابعوه عبر شاشة المستقبل كل 3 الساعة 11 اكيد بالليل. رح نبدأ مباشرة رولا مع افتتاح فندق من اهم الفنادق بلبنان. أوكي. حيث اعلنت مجموعة فنادق انتركونتيننتال هوتيلز جروب عن افتتاح ستي بريدج سويتس بيروت الموجود بمنطقة فردان. كل الناس يلي عم بمرقوا بمنطقة فردان عم بيلاحظوا هالمبنى الحلو الكبير اللي صار على الكورنر من الكونكورد. بتروحي وبدك تكملي على فردان، مبنى كتير حلو، كتير اوتيل عصري. بدي اقول انه ال 121 هوتيل سويت بقدم منظر بانورامي مطل على كل مدينه بيروت من خلال الابارتمنت ستايل، وراح نكون اكيد مع مشاهد ان شاء الله ومقابلات يخبرونا اكثر عن ستي بريدج سويت بيروت بالايام اللي جايه ان شاء الله اكيد. وكمان برعايه مدير عام وزاره السياحه السيده ندى سردوك، وبمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، بتدعي لجنه النشاطات اريج بمركز الحسن بدعوة المشاهدين لحضور معرضها السنوي السابع الأضحى عنا أحلى، يلي بيتضمن هدايا متنوعة، وذلك أيام 3 4 و5 و6 من هالشهر، يعني نحن ابتداء من اليوم فعليا صرنا 3 شهر صحيح، من الساعة 11 صباحا لغاية الساعة 7 المساء بقاعة مسجد الحسن دوحة عرمون مفرق بنك لبنان والمهجر. اكيد ندعي كل المشاهدين يلي كمان حابين هيك يحصلوا على هدايا متنوعه اكسسوارز وغيرها كمان يتوجهوا ويزوروا هذا المعرض بدوحه عربون. رح ننتقل هلا ومباشره للاحتفال يلي صار بمناسبه اطلاق سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون، حيث دعت جمعيه بيروت ماراثون ومصرف لبنان للاحتفال باطلاق سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون لعام 2013 والمقرر بتاريخ 10 تشرين الثاني المقبل تحت شعار نركض للبنان. على امل كمان نحن نكون موجودين وعم نركض كمان للبنان ان شاء الله. انا كمان بتمنى اكون موجوده مع كل اللي كمان حابين يركضوا للبنان. حيث طبعا اقيم الاحتفال بالاطلاق بالباحه الرئيسيه لمصرف لبنان. ننتقل نشوف بعض المشاهد. يلا اجتماعنا هو حتى نطلق سباقنا للسنة اللي هو تاريخه بعشرة تشرين تاني، سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون يلي راح يحمل السنة طابع
وطني بامتياز. يعني نحن دايما عم نركض للبنان، بس السنة عم نركض والأرز بقلبنا وعلم لبنان رح بيكون بقلبنا. نركض للبنان هو شعارنا رغم الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، ولكن كل لبناني بضل بداخله في عنده هالهوية الانتماء يلي قد ما تسود الدنيا حوالينا بضل عنده الإرادة والعزيمة إنه يوقف ويكفي ويركض. فنحن بعشرة تشرين رح نركض ونفرجي العالم الهوية الأصيلة لللبناني الأصيل يلي ما رح يستسلم، ولو فجروا فينا ولو قتلوا فينا رح بيضل بداخلنا عنوان كتير كبير اللي هو لبنان 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 ولبنان إلنا. احلى بس من كلامها لسيده مي خليل لحتى يتشجع الواحد انه ينزل على الماراثون. اكيد فعلى امل انه يكونوا كتار وينزلوا. أكيد. اكيد ان شاء الله نحن كلنا رح نكون موجودين ورح نقوم كمان بتغطيه هالحدث اللي كثير مهم بنركض للبنان. رح ننتقل هلا رولا نحن والمشاهدين لنشاط من نوع اخر وهو معرض للفنان نديم كرم، صار بجاليري ايام بوسط بيروت تحت عنوان اوربن زو. ننتقل لنشوفه سوا. هلا اوربن زو هي حديقة حيوانات حضرية يعني موجودة بالمدينة. تنوجد هالحيوانات بالمدينة في قصة وراها. أنا بما إنه بشتغل بالفن المدني يعني بعمل منحوتات حتى بالمدن بالعالم، فكرت إنه التايتل اوربن زو بيعبر شوي عن شو عم بيصير فينا بهالمنطقة من العالم. بقى من هالناحية خلقت لوحات هي بتعبر فيها بالمدن اللي فيها، فيها حيوانات بريئة شوي مهضومة شوي فيها أشكال غريبة، وبتنزل على المدينة تتشوف شو عم بيصير شو عم بيعملوا هالناس. بقى هيدا اللغز حسيت شغلة منيحة لأنه تنعرف نحن بأي زو موجودين بالمنطقة كلها العامة هون، عم نحس حالنا دايما مأخوذين بكاوس مش عارفين وينا والفوضى حوالينا. وبذات وقت اوربن زو يمكن يعطينا شوية فانتازيا شوية حلم شوية واحد يقدر يفكر أكثر من المدينة اللي عم تتدمر بوجنا. بحس إنه باللون بيعطيها رونق غير شكل وبيخليها تفرفح، بيخلي هالشكل يكون مهضوم مفرفح يعبر عن شيء واحد يقدر يحكي معه يطلع فيها يحلم شوي. بهيدي الفكرة بتكون حلوة باللون. بالبينتينغ شفت إنه أكثر لازم يكون أسود وأبيض، بينما من وقت لوقت يكون في نقط ألوان. إذن بعد ما تابعنا معرض الفنان نديم كرم رح ننتقل لمعرض من نوع آخر من منحوتات إذا فينا نقول للفنان طارق صدومة. قدم معرض حلو كتير متنوع تحت عنوان يعني فنانين وإذا بدك عملية التجميل، فكان المعرض ببيروت تاور سبيس. منشوف بعض المشاهد. أهم موضوع عندي اللي هو التجميل وجمال الست الشرقية بطقوسها وبطريقتها الجميلة والغريبة عن الدنيا والعالم بتاعتها اللي هو عالم الفن وعالم الغنى وعالم الرقص. أنا كنت نفسي أدخل العالم ده بتاع الفن الشرقي أدخله مع فن التشكيلي، فده كان بداية الحلم بتاعي وبدأ يعني يتحقق.
من خلال شيء سنة ونص قابلت بالمخرجة جابرييلا بروفاس وروب شرودر وجالهم الفكرة يعملوا فيلم دوكومنتري سينمائي على حياتي كفنان عشان كانوا شايفين ان حياتي مميز وبعرف فنانين وبروح من مصر في حياتي. بالنسبة لهم كانت يعني ألف ليلة وليلة وعالم جديد. فخدوا السبسيدي من الحكومة الهولندية نجحت وبدأنا نصور من 6 أشهر. في الفيلم أنا قابلت شخصيات كان طبعا فرصة بالنسبة لي أن أنا أروح عندهم وكنت عايز أعملهم بورتريات، بس البورتري ما كنتش عايزه بس يعني يعبر عن الشخص، يعبر برضو عن الحضارة والمجتمع. عملت نضال أحمدية وطبعا عبدالله بالخير، دكتور حرب صغبزاريان، ملك الناصر. احنا رحنا عنده البيت بالفيلم كرو، هو موجود بالفيلم الاجنبي ده، وراجل طبعا محترم جدا جدا وفنان كبير قوي. فبحب اقعد مع الشخص الاول افهم اذا كان هو ينفع منه موضوع فني غير انه اصلا شخص طبعا مشهور ومهم. قديش بالغرب بهمهم انه يحتفظوا بتمثيل لشخصيات يمكن ما كتير بيعرفوها او شخصيات ممكن عربيه؟ في الشغل مش بحاول بس اعمل بورتري، انا بحاول اوضح بالتمثال نفسه أهمية الشخص في حضارته وكيف معناته في الحضارة. إذن كنا مع هالمعرض للفنان طارق صدومة، وهدول هن فقرات أو بالأحرى أجندة لليوم، فقرات أجندة، على أمل يتابعونا كل المشاهدين كل 3 ساعة 11 بتوقيت بيروت دائما عبر شاشة التلفزيون المستقبل ومن خلال عالم الصباح. وبدي أقول رولا أيضا لكل المشاهدين إذا حابين تتواصلوا معنا فيكم ترسلوا أي دعوة لنا عبر الإيميل على agenda@future.com.lv. فإذا دائما أنت يعني عم تنقلينا كل النشاطات الفنية الموجودة ودائما مميزين. نحن رح نتشكر كمان مرة، رح نتوقف مع فاصل إعلاني، ولكن قبل بدي أرجع كمان نحضر أنا وأنتو الفيديو يلي عالم الصباح حب يعمل هيك برمة بصلاة العرض السينمائية، ونشوف شو في أفلام نازلة. خلوكم معنا. There was a time when I had it all. People would ask me, what was it like being on such a... أفلام هالأسبوع بالصلاة اللبنانية لقاء قمة بين روبرت دينيرو وميشيل فايفر بفيلم الأكشن كوميدي مالافيتا أو The Family من كتابة وإخراج لوك بوسون. البعض بسموها جرائم منظمة والأكترية بيعتبروها عائلة. ولمحبي أفلام الرعب فيكن تشوفوا الجزء الثاني من فيلم إنسيديوس اللي انعمل سنة 2010، إنسيديوس Chapter 2، مع باتريك ويلسون وباربارا هيرشي، والإخراج لجيمس وان. أما فيلم الأكشن الجديد فهو Man of Tai Chi من بطولة كيانو ريفز وتايجر تشين، عن عالم المارشال آرتس أو الفنون القتالية، والإخراج لكيانو ريفز. No referees. فاصل إعلاني ومن بعدها منروح المطبخ عند الشيف شادي ومنكفي الأكلات الطيبين.